السلام عليكم. في الفيه ذي راح ناخذ موضوعنا اليوم، ويا مراحب يا مراحب. موضوعنا اليوم عن النجاح، يعني ايش الصفات اللي يكون الواحد فيها ناجح وعلى مستوى العالم يعرفون ان هذا الانسان ناجح. هي تقريبا صفات كثيره جدا، لكن بذكر منها 50-40، ممكن تمشي معك 2-3-4-5 منها. كلما استطعت تطبق بعضها لمده 20-25 يوم، شهر شهرين، ستصبح عاده، واذا اصبحت عاداتك من عادات الناجحين اصبحت ناجح. دائما الناجح يستغل كل ما حوله، كل ما حوله يحاول انه ايش يستغله، ودائما يكون متوازن. ما هو ناجح في حاجه واحده وفاشل في 50 حاجه في حياته، لا، الناجح هو الذي يتوازن في كل اشياء حياته. واهم نجاح انك مسلم، لا تنسونها، الاسلام اكبر نجاح، حبك رسول الله يعتبر اكبر النجاح. اول حاجه لازم تعطي اكثر مما تاخذ. اثنين، اي شيء تخافه اقتحمه مباشره، لذلك اقتحام هي احدى تكنيكات الناجحين. يهتم بغيره، يحب يتدرب يطور نفسه على طول. ترى ما حد ولد قائد، لازم انه الواحد يتدرب ويتعلم القياده، لابد انه يجرب كثير، تكون احداده موضحه وواضحه، عنده مهارات في الاتصال، يكون مبتكر، يطور مهاراته، يحب ويكون ذكي حتى في طرح الاسئله، يهتم بالتفاصيل، يضع له مده زمنيه لاي مشروع، يبحث عن تفسيرات للظواهر اللي تظهر حوله، دائما يكون مبكر في الصباح، تلاقيه من اول من يصحى يتعلم كيف يعتذر، لابد انه يكون يعرف كيف حتى يعتذر، معرض الاخطاء، فلا بد انه يتعلم من اخطائه، يعني ما فيها شيء، مرتب لاولوياته، دائما تلاقيه مرتب، يعاقب نفسه اذا اخطا، دائما يكرر المحاوله، سريع في تصرفاته، يلتزم بالمواعيد، يستخير الله عند اي عمل، ايجابي دوما دوما في حياته، ايجابي، دائما متحمل مسؤولية أفعاله اللي يعملها، يسير في خط واحد واضح، يقوم بالمهمات الصعبة في البداية، زي ما قلت لكم لا يردد عبارات الفشل إلا بالتسامح، يحب القناعة، قانع فيما عند الناس، وهو يعطي أكثر مما يعطي. هي اللي تدمر الواحد. ترى أنا أحاول أختصر بشكل كبير، لأنه سناب لازم نكون سريعين، وحتكون الأشياء هذه كلها منقولة في القناة. يكون عندي التزام ذاتي بما بدأ به دائما، أهدافه واضحة، مدرك لأخطائه، حاسم في مواضيعه، غير متشائم، عنده ثقة كبيرة في نفسه. الفشل ما يهمه، أنت بتخطي وبتتعلم وبتخطي وبتتعلم وعلى طول واصل، لا تقارن نفسك بالآخرين، النجاح في التوازن دائما، يعني نقاط مهمة في حياة الواحد. لما قالوا لو كانت الحكمة عند عدوك دائما حاول انك ايش تأخذها. الحياة ما هي صافية، لازم يكدرها أشياء، لازم تكون متفائل، لا نجاح أمام مسؤولين عشان يثقون فيه، يجيد إدارة الوقت، الإبداع دائما مبدع في أشياء جديدة، يتحين الفرص بل يصنع الفرص، ذكي يستفيد من التقنية، تختصر عليك مسافات ما تتخيلها. ترى اللي واقف في مكانه يتعب أكثر من اللي يتحرك ويشتغل، يعني لابد أنك تتحرك وتستفيد من قدراتك ومن طاقاتك، والدنيا ممر حين ماشين فيها، اكسب أجر وأجره، ما هو لازم تكون طمع كل شيء لك، لا كسب وانفع الناس. وأهم سؤال عند المبدعين، ماذا أنجزت اليوم؟ هذا سؤال مهم وما هو فوضوي. النجاحات الصغيرة التي تصنع نجاحات ضخمة جدا، دائما يوجد حلول لأي مشكلة، يعرف متى يقول لا، ولا بد تتعلم متى تقول لا. ترى النجاح يصنع لك أصدقاء من حولك، كل ما زاد الأصدقاء عارف أنك إيش الناجح، غذائه صحي، يحب الرياضة، يحب يتصدق، مبتسم، لا تكثر النبهات والشاهي والأشياء هذه، يعني هذه الأشياء برضو مؤثرة، احفظ إنجازاتك وأرشفها، ادعو الله دوما، انطلق وما همك واحد. هذه الصفات مشتركة في كثير من الناجحين على مستوى العالم. ولا تتوقع النجاح انك دكتوراه ولا بروفيسور ولا مدري، لا، ما في رئيس دولة دكتور ولا في بروفيسور ولا في رئيس شركة عملاقة في العالم تلاقي دكتور ولا عنده شهادة، لا، النجاح لا يعتمد عليه، تكنيكات وتقنيات معينة تتعلمها تصير ناجح، لكن ركزها في نفسك وفي قلبك وفي راسك وكررها دائما يوميا، تصبح عادة وتصبح من عادات الناجحين. ولا تمل، اخطو، تعال وعد 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 وعد. معليش أطلت عليكم، الموضوع كبير جدا، هي 70 تقنية تقريبا اللي قلتها لكم الحين، اللي تستفيد منها هلا وبركة، واللي ما تستفيد منها حاول تركزها وتكتبها معي وحتنزل في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.